جلستنا النهارده لمناقشه موضوع الانتخابات اللي على الابواب عشان نعرف هنعمل ايه. وانا بطقص على الدوائر الانتخابيه عرفت ان المرشحين بيصرفوا بالهبل، وطبعا بعد الانتخابات ما ينفعش نفرض اي ضرائب لان بعد العيد ما بيتفتلش كحك. ايه بتبصولي كده ليه؟ برضو مش هغلب. فكرت نفرض مجموعة من الدمغات على كل مرشح، دمغة ترشيح، دمغة ملصقات، دمغة دعاية، ودمغة على كل صفة انتخابية ينزلها في الدعاية بتاعته. شفاط بيه، أنا شايفة للمصلحة العامة يعني حضرتك ما تظهرش نفسك اليومين بتوع الانتخابات علشان الناس تنسى. أيوة ده ما يمنعش أني أزاول نشاطي من المغارة. سعر الصوت وصل من 200 ل 300 جنيه، يعني في ضريبة المبيعات ده يعمل 3 مليار. ايه رأيكم؟ لا 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 مش موافقين. كلكم مش موافقين؟ ليه؟ لان احنا كلنا نازلين الانتخابات، فهمت؟